في تغريدة عبر حسابه بتويتر، قال نائب الرئيس العراقي إياد علاوي إنه تم التحذير من أن مستقبل العراق سيكون في خطر إذا ما تم اعتماد نفس الأسس التي تشكلت من خلالها الحكومات السابقة وفي مقدمتها المحاصصة، كاشفا أنه دعا الكويت إلى لعب دور متميز للمساعدة في التخفيف من الأزمة الحالية في البصرة، وذلك خلال استقباله سفير الكويت لدى العراق.